موضوع الرياضة والشباب سيحظى باهتمامي الخاص، فالرياضة تعتبر غذاء الروح وليس فقط للجسد. تكسب اللياقة وتهذب النفوس، تعلم الانضباط وتقبل الخسارة والربح، احترام الآخرين، العمل الجماعي، وتنمي مجتمع واع مسالم بعيدا عن العنف والجنوح. سندعم جميع الفرق الرياضية بميزانيات كافية من أجل الارتقاء. العمل على تخطيط وبناء قرية رياضية تشمل جميع المنشآت الرياضية، تحسين البنية التحتية لجميع الملاعب والمنشآت الرياضية وصيانتها بأعلى المستويات بما فيها الملعب في الإعدادية وفي المركز الجماهيري، دعم الرياضيين على صعيد فردي للتفوق في شتى مجالات الرياضة، توعية لأهمية التربية البدنية من خلال دورات، محاضرات وورشات عمل، تجهيز مسارات للدراجات الهوائية وللسير على الأقدام من أجل تغيير نمط الحياة وجعله رياضي صحي، توعية شبابية عن مخاطر الكحول واستعمال المخدرات، تشجيع الشباب للالتحاق والتطوع في الشرطة الجماهيرية، محاربة البطالة وتوفير أماكن عمل للشباب، وذلك بالتنسيق مع مكتب الإرشاد المهني.